أميرة محمد بتبعت رسالة جميلة جدا، بتقول إيه؟ جدتي عندها 65 سنة، جد، بتشتكي من عظمها، ما بتقدرش تقف على رجليها كتير، وبتعمل كل حاجتها بنفسها، وراحت للدكتور واداها مسكنات، بس المسكنات ما بتعملش حاجة، بتسكن الوجع وبعده بيرجع تاني. هي كانت عايزة أي حاجة غير المسكنات؟ هنجاوبك يا ست أميرة، أخطر حاجة في الدنيا المسكنات، أخطر حاجة في الدنيا يا أميرة. كل 100 واحد بيغسلوا كلى 50 بسبب المسكنات، تصدقي كده؟ عشان ادي مسكنات تكون الكلى بيرفكت، ومش كتير، ما اقعدش على المسكنات 10 سنين وبعدين الاخر الاقي عندي فشل كلوي. ألعن حاجة ربنا خلقها لنا في الأدوية المسكنات، بس هي لذيذة جدا. أنا عظمي بيوجعني، خدت قرص راح الوجع، ما هي لذيذة، طب ما أنا هاخد قرص تاني عشان لذيذة، وتالت ورابع، ما ينفعش. أهم حاجة يا بنتي معرفة السبب، السبب، العلاج علاج السبب مش علاج عرض. أنا ضد دايما الذي يعالج أعراض، أنا مصدع، خد دواء، أنا هديك دواء رائع للصداع، طب افرض عندي ورم في المخ، طب ما الصداع راح فعلا، ما أنت لما اديتني الدواء الصداع راح، وهاخده تاني يوم وتالت يوم عشان الصداع. العلاج علاج السبب، عظمك بيوجعك ليه؟ أنا كان نفسي أميرة تفصل، هل مفاصلها ولا عظمها؟ يفرق كتير جدا معانا في التشخيص، يفرق كتير جدا المفاصل. طب وهل المفاصل الرجلين ولا كمان الايدين؟ تفرق جدا جدا. يعني هل الركب بس اللي تعبانه، والانكل والمفصل فخذ، ولا ايديها كمان، ولا العظم اللي بيوجع عظمها؟ العظم بيوجع ده مرض ما نفوتوش. لماذا؟ عندنا امراض كتير لها علاج وتبدأ بألم في العظم، زي أحد يعني نوع من أنواع الخلايا بيتحرك يطلع مادة بروتينية، يعني مش عايزين نقول إن هو مرض خطير، بس لازم يتعالج، وله تحاليل وله عينات فبيتعالج. أو جايز جدا جدا يا بنتي يكون نشاط غدة جار درقية، مش الدرقية، مش الدرقية اللي بالكوا فيها اللي انتوا عارفينها، جار درقي. لما تكون بتفرز كتير هي اللي بتدوب العظم، هي اللي بتدوبه، قد يكون كده، قد يكون حاجة تانية خالص خالص. الست دي لازم تروح تكشف، وتكشف بقوة وبحرص وبأشعاعات وبتحاليل. لماذا؟ آلام العظم يا بنتي عرض وليس مرض، عرض. كالسيوم أخباره إيه؟ ما نعرفش، عايزين نشوفه. فيتامين دي، فيتامين دال اخباره ايه؟ ما نعرفش. الغده الجردرقيه زي ما قلت لك، ما نعرفش اتعملت ولا لا. والمرض اللي هو خطير شويه اللي يخلي العظم يوجع جدا جدا ده بيحتاج عينات من نخاع العظم عشان نحللها، وعينات بروتينات من الدم، بنعمل فصل بروتينات بالكهرباء ونشوف هل فيه فعلا واحد عالي، ده بتاخد علاج بس بفضل الله بيخف. اي نعم هو مرض سخيف سخيف، لكن بيخف وبيبقى كويس. فده يا اميره تروحي للدكتور بسرعه، امراض بطنه تروحي له بسرعه عشان يشوف سبب وجع العظم ايه. وجع العظم العاشر مره بقول عرض وليس مرض، مش هاخد مسكن، مش صح خالص، انما نعالج السبب. بتقول مش قادرة تقف، يعني مسألة فعلا جامدة شويه.